كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص، أمن ولاية مستغانم، من إحباط عملية الهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم، وتوقيف 15 شخصا من بينهم 3 فتيات قاصران و4 مدبرين من جنسية جزائرية ينحدرون من ولاية مستغانم. عملية تعود إلى 22/3/2023 في حدود الساعة 3 صباحا، حيث وردت معلومات عبر الخط الأخضر 1548 تفيد أن مجموعة من الأشخاص متواجدون بشاطئ مولابيغور بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر عليه. وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، هرعت قوات الشرطة إلى عين المكان وقامت بملاحقة وتوقيف سالفي الذكر. عملية المسح الدقيق للمكان وتمشيطه أسفرت عن استرجاع قارب مطاطي مزود بمحرك ياماها بقوة 40 حصان بخاري، بالإضافة إلى 10 ديلاء سعة 30 لتر للواحد مملوءة بمادة البنزين، مجدافين ومضخة هوائية، كما تم استرجاع مركبة من نوع رونو كليو كومبيس. التحقيق في قضية مكن من التعرف على المدبر الرئيسي الذي ينحدر من إحدى الدواوير المجاورة لولاية مستغانم وتوقيفه مع شركائه، والبالغ عددهم 3 أشخاص. كما بيّنت التحقيقات أن الجماعة الإجرامية تعتمد في تهريب المهاجرين على عنصري التجنيد والاستقطاب من خلال إقناع الراغبين في الهجرة السرية ودعوتهم لذلك مقابل مبلغ مالي 35 مليون سنتيم للشخص الواحد. عن القضية تهريب المهاجرين بما فيهم أسر في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية، والشروع للخروج الغير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم سيحالون بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم.